معنا على التليفون مع السفير محمد العرابي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ووزير طبعا الخارجية السابق، بيكلمنا من إيطاليا. أنا برحب بحضرتك معنا معالي السفير. أهلا يا فندم، مساء أهلا الخير. وسهلا بحضرتك، مساء النور. يعني طبعا إيه اللي مجلس النواب ممكن يعمله؟ الرسائل اللي حضرتك محمل بيها لمجلس النواب، بعيدا طبعا عن الجانب القضائي أو القانوني والتحقيقات اللي مستمرة، لكن العلاقات البرلمانية أو الوفد اللجنة اللي تشكلت هتعمل إيه؟ هو طبعا احنا رايحين في مهمة أساسية، وفي مهمة تانية أو مش مهمة، يعني هي يعني شيء فرعي هنتطرق إليه، لكن المهمة الأساسية إن احنا رايحين بنمثل السيد رئيس المجلس النواب في أعمال مكتب وكالة الهيئة البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وديت هي الهيئة الحاكمة لأعمال البرلمانات للاتحاد من أجل المتوسط في الفترة القادمة، يعني هي اللي هتقرر جدول الأعمال والبرامج القادمة وهكذا. أيضا هنناقش أنا والسيد النائب مدحت الشريف في ندوة تانية في مجلس الشيوخ الإيطالي خاصة بمكافحة الإرهاب ودور الدول المختلفة في هذا الشأن. هيكون موجود طبعا في الندوة رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي ورئيس البرلمان الإيطالي ورئيس لجنة العلاقات الخارجية الإيطالي ووزير الخارجية أيضا، وبالتالي لا يمكن إن احنا يعني مش هنتحدث بقى في الموضوع اللي سيادتك ذكرتيه، وهو موضوع هام جدا بالنسبة للرأي العام وبالنسبة للعلاقات المصرية الإيطالية في الفترة القادمة، وهو موضوع قرار مجلس النواب بوقف تزويد بعض قطع الغيار الخاصة بالطائرات F-16. احنا مش بنناقش الموضوع من ناحية عسكرية، احنا بنناقش الموضوع من ناحية سياسية وانعكاساته على العلاقات بين البلدين، وضرورة انه ايطاليا بما انها هي حطت فرضية خاطئة وبنت عليها موقف ووصلت الى نتائج وحطت احكام كلها سلسلة من الاخطاء، عليها ان هي تعيد مرة تانية يعني مراجعة هذا الموقف ومحاولة ان احنا يعني تصل الى موقف اخر يكون اكثر اتزانا. وفي نفس الوقت زي ما سيادتك تفضلتي، احنا مسار التحقيقات هو مسار قضائي احنا بعيدين عنه تماما كهيئة تشريعية او كمجلس تشريعي، وبالتالي احنا هنطالب ايضا بفصل المسارات، بمعنى ان مسار التحقيقات والتعاون القضائي يكون بعيد تماما عن مسار العلاقات الثنائية، واللي هو لا يجوز ان هم يتداخلوا مع بعضهم البعض. طبعا احنا يعني بنامل ان احنا يعني نحقق تحرك في الموقف، لكن طبعا احنا لا نملك. انتوا بتتكلموا يعني هيبقى الكلام او الرسائل بشكل ودي استرادا على علاقات ما بين البلدين، ولا هيبقى فيه يعني انه والله لو ده ما حصلش هيبقى برضو مجلس النواب المصري ليه موقف ليه قرار يعني؟ طبعا انت حضرتك اشرتي الى البيان الصادر عن رئيس المجلس، واحنا برضو لجنه العلاقات الخارجيه عملت بيان، والبيانين بيعكسوا استياء الراي العام واستياء يعني الممثلين الشعب المصري من هذه القرارات اللي احنا بنعتقد ان هي بعيده تماما عن الحكمه السياسيه. فالموقف واصل اليهم، ولكن احنا نتحدث معاهم طبعا بنديه، احنا مش جايين ندافع عن نفسينا ولا جايين نتقدم برجاء بشيء، ولكن احنا بنقول ان المواقف دي كلها مواقف مضره. ما هو النديه دي يعني في سيناريوهات يا معالي السفير، في خيارات تانية بدائل مطروحه او حاجه احنا بنفكر فيها، انه لو والله لو ما تمش الاستجابه وما فيش تحرك ايجابي من قبلكم يبقى احنا كمان هيبقى لينا تحرك او قرار ناخده في المقابل. ده مطروح طبعا، وهي الرساله دي وصلت لهم من يعني عن طريق الجهات التنفيذيه، لان احنا زي ما قلت لحضرتك احنا بنراعي ان احنا لن نتدخل في عمل وزاره الخارجيه المصريه ايضا، لكن رساله وزاره الخارجيه المصريه اليهم عن طريق السفير المصري في روما وصلت واضحه تماما، ووصلت بانه مصر مش هتقف مكفوفه الايدي وتتلقى صفعات منكم وصفعات ظالمه.